ايش بيك على حسابك يا رئيس؟ تو نحضر في الشباك باش بعضي في نصطادو نصطاد بيه، تو نحي منه الوسخ ونستويه باش يصطاد خير. باش تعمل غطسه هوني ولا؟ سيسيور اوبليجي مادام قدام دارنا. فهمني بحر بحر وهاك شوف العباد تعوم شيخه. انا حتى العباد ما تعومش انا نعوم. يا ريس علاش حاس قلبك معبي؟ كيفاش؟ حاس قلبك معبي. علي وجات عجبتك الوضعيه؟ هاك ولا؟ تو كي نستنى الدنيا تبدا مسكر تسكر على الناس الكل، انا كي نجيب حوت شكون باش نبيعهم؟ صحيح فهمني ولا؟ ولا تو الجي تقبلت بريستورونات محلوله تنجم تتلل وتبيع بها فيك كيما تحب، تو الريستورونات مسكره. حدا باش تبيع يولي حدا قشار باش تنزل مرشي ولا عبد باش يشري من عاد فهمني يولي يدلل عليك ما عندكش السم الصحيح اللي انت تعب عليه. هذايا هو اللي كنت تو باش نقوله لك انا. اشتر الريستورانات مسكره، حوتك لشكون باش تبيعه؟ كليونات فما كليونات فما عباد تاكل تاكل حوت فماش دجاج ما تاكلش فما عباد ما تاكلش لا دجاج لا لحم تاكل كان الحوت والسيبيا والقرنيط فما الريستورانات يا اخي تاخذ من عندي انا نجيب 4 كيلو ولا 5 كيلو باقي ياخذ من عندك البلاصيه اللي يجيب لك 200 و300 كيلو هذا ما يمنعش اللي زاد تنقص علينا شويه الطلب نتاع الحوت واللي تصطادوا فيه. عندك ناسك تتعامل معاهم بالتليفون يجيوك وتعطيهم قضيه ليونيت حتى انت هكا من تعدي الباساجي تلقى عندي حوت تقول لي يا رئيس تحب للبيع نقول لك تفضل نبيع لك اما نبيع لك بالسوم نتاع ماشي نبيع لك بالسوم نتاع فلاح فهمني؟ سيبيا تو مثلا نسادو سيبيا نحن نبيعوها مثلا ب 18 19 20 تمشي المرشي تلقاها ب 25 ب 26 فهمني؟ تو القشار حتى اللي في المرشي يشري من عندي انا بالسوم تو قلت لك حتى القشارة يجيو لهوني وياخذوا من عندك انت بالسوم هذا ياخذوا ويمشيو بيهم في المرشي عادي فهمتي انت والكونتيتي اللي خرجتها كي نقولوا حلق الواد نقولوا حوت حلق الواد وبرشا عباد كي تقول حوت حلق الواد يقول لك يا حسره علاش حسره كيفاش بحر بحر تبدل بحر ولا واد ما هو بحر حوت حوت اما الانتاج قص مش كيما قبل خاطر علاش خاطر الاستهلاك كثر الواحد الماتريال كثر كيما كانوا 10 ولا 15 بالانسي ولا زوز فلاك تو تحسب 500 بالانسي 500 فلوكه فهمني اللي كان يخدم زوز ب 100 شباك تو يخدم لك ب 1000 ولا 1500 شباك كله تعيش في البحر كابد الحوت كيفاش باش تعد تنقز فهمني كل وقت ياخذ وقته صحيح انت تو اللحم غالي والدجاج غالي العباد دارت الحوت عليه خاطر الحوت المنفعه نتاعو خير من الدجاج ولا العلوش والبقري اللي قاعد ياكل في الكرفاله وياكل في الخبز والله والعام شنو اخر قاعد ياكل فيه اما الحوت يقعد ديما ياكل في الطبيعه ما ينجمش اي الانسان يعطيه حاجه مش نتاعو باش ياكلها. توا كنت لسه في العباد شر العباد جايين هوني من الحواز من الحومه الشعبيه برشا عباد يقول لك وي بلاصتنا الوحيده نرتاحوا فيها حلق الواد ويقول لك يا حسره كنت قاعد حلق الواد محلاها في الليل في النهار تو سكر علينا الدنيا الكل. لا لا حلق الواد حلق الواد ما تسكر فيها حتى شيء هي بيتها شنو اللي تزيد فيها؟ فهمني الحجر السلاح هذيك ما تحطش في هذا الحجر السلاح هذيك حاجه اخرى هذه امور عالميه مش مقتصره على حلق الواد برك فهمت الحجر السلاح حلق الواد حلق الواد بلاد الزوال يقولوا فهمني حتى ترى فيها كوبلات حتى كي يعوم ما يخافش لا من الحريقه لا من بلاع لا حاجه يخرج يرقى المرشي قدامه يرقى الريستورون قدامه كاس كروت بالرخيص يرقاه وحاجه بنينه وحاجه معروفه عائله ترقى تمشي تاكل الحوت وتبدا شيخه. انا شفت هوني بعيني كاس كروت ب 2000 و3000 كما شفت في بلايص اخرين كاس كروت 12000 و14000. اي خاش قلت لك شنو بلاد الزوالي هذه بتاع الزوالي 12000 و14000 هذيك هما يحبوا يشريوا فيها يشريوا يسخيلوها امبورتي وهو طماطم طماطم كسكروت كسكروت. انت توا برك جبت لي وقلت لي الحريقه وانت تبارك الله عليك يا رايس في البحر وولد بحر وتعرف بالكدا عرضتكش الحريقه هذه اللي يحكيوا عليها؟ الحريقه لا موجود وهي انواع اما النوعيه هذه ما تنجمش توجد انا حسب بالخبره اللي نعرفها ما توجدش في البحر نتاعنا علاش؟ خاطر الحريقه هذه الماء نتاعها كان لي بروفوندور لازم بحر بارد هذا ماء قصير يسخن فيه حتى كي باش تهبط لهنا في الشتاء الثنيه بالسخانه تموت كيما بالين تريتش بالين تدور لهنا البالين توصل لهنا تموت الدفاع ينجم يعوم الركان يبدا الركان ما ينجمش يعوم خاطر البحر سخون توخ فما حتى الحريقه اللي نحن نعرفوها الحريقه قلت لك يقول لك الحريقه خرجت علاش الحريقه تخرج خاطر يسخن عليها الماء تفشل الكورنيتي هو اللي خرجها مش هي وحدها هبطت فهمني مش مجبره باش تهبط ما عادش عندها القوه باش تعوم
تبارك الله عليا. الله يا ريس تبارك الله عليك ولد بحر وتعطي فينا في الديتاي نتاع الديتاي. عجبكش زيد. فهمني هذيك هي، اما نقول لك راهو الحريقه هذه لان موجوده صحيح، اما راهو في البحر هذا ما تعومش. حسب ما نعرف راهو. هذا راهو نتاع اعماق بلاصه امشي الاتلانتيك ولا امشي بلاصه بعيده ياسر. بون ريت بحر بنزرت نجم تكون موجوده هذيك خاطر بحر محلول هذيك ومسيب وغارق. هنا ما تنجمش تدخل هنا خاطر جولف هذا بتاع تونس وجولف تونس كله سخون. بحر حلق الواد بحر الزوالي ويجيو يعوموا فيه ما فيهوش حريق. لا بحر حرق الواد مع غير ما عنديش تنجمش تعمل لها بيبليسيتي خاطر هي معروفه من اول زمان. هو فريد رتش قال ولا في حق الواد علاش تتعوب لا قال لا سورس لا حمامات لا مصر لا جربه لا جرجيس. قال حق الواد مين يعرفوها حق الواد هي في الوقت حومه لا ولايه لا حتى ماهيش ولايه لا معتمديه احنا ماناش ولايه حق الواد ماهيش ولايه ماهيش ولايه شحومه حق الواد معروفه من قديم الزمان عند اليهود والملطيه والتلان واللي تصور في بالك. رايس توا قاعد تحذف الشباك بتاعك وقتاش قلت ربي تقصد ربي اي يكمل نمشي نسرح على روحي مالك وعلي لو قاعد تستنى هذيك هي الخدمه تاع وقت خدمه كي دار كما فهمني تقوم الصباح تمشي 8 بتاع الصباح تخدم تروح 6 تاع العشيه ولا انا كي نقوم الصباح نختار شهر شهر نجم نروح 9 على 10 نص نهار 6 تاع العشيه وفا وقت نروح فهمتني كل نهار وقسم كل نهار وقسم هذاك مكتوب ما عند ربي تعرفش عليه تحرش فيه فهمني كي الارض الارض كي تزرع شجره تعرف عليها قداش تجيب لك الكيلو زيتون ولا كيلو بنان ويمكن تجيب يمكن ما تجيبش ويمكن تجيب في الاخر يضربها المطر ولا يضربها الحجر مسكينه تمشي على روحها. صارت لك مره كي ترفع وانت ولد بحر نرمي الشباك في البحر فهمني ولا لا سبحان الله هبط عليه موفيتون هز كودس واحد ولا تسرق ولا تعرفش عليه شنو يصير فيه. يتسرق في البحر؟ اي تسرق في البحر شنو المشكل؟ خاطر تسرق خاطر هاو يسقوا علاش يشبوا رصاص وخفيف. كما يسرقوا الحديد ويسرقوا في النحاس في البر. سبحانك ربي حتى في وسط الماء شيء مو سالم. صلي على النبي فماش حاجه تو في تمشي للصحراء تترقى يسرقوا في الغابه يسرقوا. كل شيء موجود فيها السرق. اما ذوك ولاد حرام ولا تربح. يعطيك الصحة اخذ محلها الكلمة هذيك. صارت لك شي ترفة كي وانت ولد بحر تبارك الله عليك. ترفة ما تنساهاش الجملة. شنو هي؟ شنو هي ترفة؟ في البحر ما تنساهاش الجملة. شنو هي؟ تقص فيها في البحر مع عبيد ولا في البحر هكا؟ في البحر الداخل. البحر الداخل شو نقول لك برشا ترف احكي لنا من بحال ما هكا نحكي لك نحن عندنا ريت وين هو نحن نعملوا بدون اصبر ريت تراهم بدن ذوك هكا ولا هذوك من كامرو بهم شباكات انا واحد من الناس فهمتني كيما قلنا احنا فوق وكل مقا عندي سينيار كيف هكا مقمرو اصفر نمشي ولا البدون هذاك يبدا بدون هكا بين اليمين وبدون اليسار شدوا اللوحه ونبداو نطبطبوا على الشباك باش الحوت يتشد. بديت نطبطب وصلت للسينيال هذاك باش يجبد الشباك نلقى كان بدون بركه وشباك ما فماش سرقوه. مره نحكي معك بالرسمي والله عملت هكا هو روحت على روحي وعاد بخفين حنين. ولا بنحكي معك شبيك هاي ترفع بيه هذه كنا احنا نضحكوا وفادلكوا ما عن ما قلقنا شيء لا نسخن نخطفوا ولا نخطفوا نتاع الناس بدرينا نجيبوا كل شيء وربي يعطينا على القسم. لاحظتم وليد حلق الواد من برازيل قبل ما يبدا البحر. انا اشوف الشمس بيدها نحن فهمني الاخرين حبوا البيوت مكيفه اش تبي نعمل لهم شكون البيوت مكيف؟ هاكا تلقاوك مثل هاو لابس السوريه بيديه وانت لابس نص يد خايف بشموس. ما هو ديما في البحر خاطر نحن فهمني حتى واحد يقلق في الدار يخرج للبحر باش يشم نسمه ولا هز دفلوكه يبدا يدور ولا يجي يقعد باش سكوزه مع الشمس والشمس هي اللي تعطي كل شيء. نحن بالخبره نعرفوا فما فيتون ولا من ريسكيوش باش يصير لنا شيء هذا فهمني ولا ما نلزوش روحنا مش اما فما حاجه بركة يمكن الشباك يقول لك هنا توا بوتون فما طقس حلو وفما شويه ريح يجم الريح يتبدل فهمني ولا تقوم الصباح تلقاها صارت لي برشا مرات طقس كيما كان غدوه صباح تلقاها موجه عاليه حتى فلوكه باش تخرج ما نجمش يخرجها فهمني والبحر ينجم يهزها حتى شباكه بلاصه اخرى ولا يقطعوا ولا يردوا كبه واحده ويهلكوا.